تقلد أسود الرافدين لاعبو منتخب العراق الذهب كأبطال للنسخة الأولى من بطولة أمم آسيا تحت 22 عاماً التي استضافتها العاصمة العمانية مسقط إثر فوزهم على المنتخب السعودي بهدف دون رد في نهائي البطولة. هدف العراق الوحيد أحرزه مهاجمه مهند كرارة خلال الشوط الأول، وبعد انتهاء المباراة تجمع آلاف العراقيين في الشوارع حاملين أعلام العراق وهم يحتفلون بالفوز،